الناس مرة في قلة مندسة، التهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة. أنا رحت انضم في مرة، رحت انضم في مرة لقلة مندسة، التهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة. لقيت خلق كتيرة تقول مصر بناسها، بتعيج مليون وبيزيدوا لسه. يا عيني عالقلة، يا ليلي عالمندسة. شاب بيعزف عود، شاب بيعزف عود بأصابع خارجية، تلاقي كاتب النوتة في أجندة دولية. قربت لقيته بيعزف أغاني الشيخ إمام، ويرد عليه الشعب يريد إسقاط النظام. بقى هي دي القلة عيا علة الإعلام. يا بوء النظام، يا بوء النظام، يا ساقط ابتدائية في اختراع اسمه قنوات فضائية. يعني ما سمعتوش عن حاجة اسمها دش، ولا ما زهقتوش من التضليل والغش؟ وبعد ده كله لسه المذيع له وش؟ يا عم الإعلامي، يا عم الإعلامي، يا ابو الكلام شفاف، طلتك عالشاشة توحي بالإسفاف. بطل بعقولنا كذب واستخفاف. الشعب التونسي، كلمكم اليوم، كلمكم الكل في تونس وخارج تونس، كلمكم بلغة كل التونسيين والتونسيات. كلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير، تغيير عميق. وأنا فهمتكم، يعني عم أنا فهمتكم، فهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات. فهمتكم؟ هقفل الجيم، يعني هقفل. يا أدائك العالي يا غالي. ما كفاية بقى يا توانسة، الله بالراحة على الراجل. الراجل قالها بالفم المليان، افهمتكم افهمتكم. ده انتوا شعب اخر غلاسة. ربنا يخلي شعب مصر، ايوه، ينزلوا في المظاهرة 200 واحد يتضربوا على دماغهم ويروحوا من سكات. انتوا بقى مش عايزين تروحوا ليه يا توانسة؟ عايزين تخربوا تونس؟ اخص عليكم، اخص عليكم. يا رب احفظ مصر، يا رب، يا رب خلي حسني مبارك، يا رب، يا رب خلي حبيبي العدل، يا رب، يا رب قوي مركزه وامن مركزه، يا رب، يا رب كتر انجازاته وقوي غزاته، يا رب، يا رب قوي البلطجيه الشرفاء على المواطنين النشطاء، يا رب، يا رب قفل الجيم. ايه ماله ده؟ بان عليها رب الشعب التونسي، بان عليها رب. يعني ايه؟ بان عليها رب، بان عليها. يعني بن علي هرب؟ بان عليها. يعني الشعب انتصر على الريس؟ الله. طب ولما الريس نفسه يهرب، وزير المالية بتاعه يعمل ايه؟ صحيح، وزير مالية تونس عامل ايه؟
لا انا لازم اطمن عليه لان وزراء الماليه لبعضهم برضو. امال ايه اما اطلب بقى ده وقته. ماشي يا سيدي. الو الو. ايوه يا بطرستي، وحشتني قوي. بقول لك ايه، انا زهقت بقى من العربيه دي بقى لها معايا اكتر من 10 ايام. انا عايزه اروح الجمارك واغير، نفسي اغير بقى. حاضر يا رنا، حاضر، كلنا هنغير. التغيير قادم قادم. ايه التغيير قادم قادم؟ لا التغيير مش قادم مش قادم. ما دور على النمرة بتاعته. أيوة. الرقم المطلوب مفصول. مقفول؟ شكرا لاستخدامكم. يعني ايه مقفول؟ يا خسارتك يا كشخوش. بن علي هرب وسابك. لا حول الله يا ربي. فرصتكم ايها الشباب التونسي، تستطيعون ان تقدموا الى تونس ما لم نقدم لها نحن، لاننا هرمنا من أجلها. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أهلا بكم. فعلتها تونس، بعثت كما هو واضح أملا في نفوس اليائسين في العالم العربي، من موريتانيا حتى عمان، ومن سوريا حتى اليمن، غير أن الأعناق اشرأبت نحو أم الدنيا مصر. وعلى الحكومة المصرية أن تكون على قدر الحدث قبل أن يضطر أحد مسؤوليها إلى الوقوف أمامنا بعد فوات الأوان كي يقول لنا أنا فهمتكم. يا لهوي على التسخين، ده زمان العيال اللي على الفيسبوك عاملين فرق. إيهاب البوب، مبروك يا توانسة، انتوا رائعين. اللول علاء، ما نبقاش رجالة لو ما عملناش زي تونس. ساسو مجدي، يا جماعة فيه دعوة لمظاهرات كبيرة على صفحة كلنا خالد سعيد وصفحة 6 ابريل، والاعداد بتتزايد، شكلنا هنعملها. تعملوها على روحكم يا بعدة. اما نشوف الدعوة دي، كلهم خالد سعيد. يا مستهوي، 20,000 في ساعتين؟ العيال دي بتطلع من ايه؟ انتم السابقون ونحن اللاحقون. ايه قلة الادب دي؟ العيال دي قلة الادب. يا لهوي يا مستهوي، انا كل ما اعمل ريفريش الاقي الصفحة اعدادها زاد. كمان العائل، يا جماعة فيه جيم جديدة نزلت تحفة وأنا مسحول فيها. الله، طب ما أنا لعبه. كمان العائل عائل، مش هكسفك. الله، ده جيم شكله حلو قوي. يا أدائك العالي يا غالي. يا نهار اسود ومنيل ب60 ميلة. الله، ده الحكايه باينها هتقلب بجد. اما اكلم وزير الداخليه اشوف ميته ايه. بيبو العدل. الو. ايوه يا بيبو، ازيك يا حمينه؟ اما انا جايب لك حته دين سبوبه بقى عجب. لوحات معدنيه برضو، بس المره دي تكاتك.
من هندي التوك توك ترخيص ونهيص في الإعلام إننا بنوفر فرصة عمل ومنها نظبط تظبيطة زي اللي فاتت. ما تقولش لحد. إيه؟ ليه بعدين؟ آه يعني عشان المظاهرات بتاعت 25 يناير. أطمن؟ يعني العيال اللي عاملين زيطة على النت بسبب تونس. إيه؟ آه طبعًا. مصر مش تونس. ربنا يطمنك. ابدا ابدا مش قلقان، طول ما انا بسمع صوتك انا مطمن. وعلى رايك خلوهم يسالوا. ظاهره مثيره للاستغراب بل مثيره احيانا للفزع، وهي انتشار حالات الانتحار في مصر، خاصة الانتحار حرقا بجاز وسخ. وده يعد تقليدا للمواطن التونسي بوعزيزي اللي كان سبب في قيام ثورة في تونس. حالات الانتحار في مصر وصلت حوالي 5 حالات في أيام قليلة جدا، بعضها كانت محاولات ناجحة والبعض الآخر جانبها التوفيق، أخرهم محاولة انتحار أمام مجلس الشعب. جدير بالذكر أن المحاولة دي فشلت، وبقول للمنتحر هارد لك. وأنا عايز أقول للمشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي أن كل بلد وليها ظروفها، ومصر مش تونس. بلاش بقى نمشي ورا الكلام اللي بيثير البلبلة. قضية خالد سعيد قدام القضاء، ومش لازم كل شوية وقفة احتجاجية والكلام ده. واللي ليه حق هياخده. أهو وأهو التقرير الطبي اللي لسه ما طلعش، قال إن خالد سعيد لما شاف الشرطة بلع لفافة البانجو اتخنق مات. ومش ضروري بقى نولع في البلد علشان واحد حشاش ولا بنجهاتي. ها انتوا لو تعرفوا تاريخ خالد سعيد مش هيصعب عليكم، لان طول عمره مشاغب وبيعمل حاجات بشعه. طب تخيلوا انه كان عادي جدا بالنسبه له انه ينام من غير ما يغسل وشه. عايزين اجرام ايه اكتر من كده؟ طيب اخيرا، ها كل جيرانه وبالاجماع شهدوا ضده انه كان بينسى باب الاسانسير مفتوح ومتعلق، وعاملين منه بطل وشهيد، ونعمل له وقفه احتجاجيه. يا جماعه يا جماعه، مصر هتتحرق، مصر هتتحرق، مصر هتتحرق. مصر هتتحرق. وبما ان محاولة الانتحار دي كانت امام مجلس الشعب، فاحنا هيكون معانا على التليفون حالا رئيس مجلس الشعب. اهلا بمعاليك يا فندم. اهلا بيك يا ست الكل، كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب يا فندم. كنا عاوزين نعرف من حضرتك يعني تعقيبك على محاولة الانتحار التي تمت أمام مجلس الشعب بخصوص المواطن الفاشل الذي لم ينجح في عملية الانتحار. أود أن أهمس في أذنه وأقول له بطل استهبال، أنت بتمثل، وتبين أن ما وضعته على جسدك ليس جازا خالصا، وإنما هو مخلوط بماء، وأنت تريد البلبلة، ليس بلبلة الملابس، إنما بلبلة الرأي العام. أيا كان يا فندم، بماذا تنصح المواطن اللي بيقبل على خطوة زي دي؟ لابد للمواطن
إثبات جديته للانتحار عن طريق الإجراءات الآتية: أولاً، ادهن جسمك بزيت ديزل سريع الاشتعال. ثانياً، ارتدي ملابس من النايلون أو البوليستر. بوليستر. ثالثاً، لابد أثناء المحاولة أن تكون على مسافة لا تقل عن 50 مترا بينك وبين أقرب مواطن حتى لا يستطيع إنقاذك. 50-50 يعني الرقم ده، يعني هو ده الرقم المطلوب يا فندم؟ أتليست يا منى، يعني بالكتير. اكتبي يا ست منى، اكتبي. طيب. رابعا، ادلق محتوى جركن الكيروسين على رأسك بما لا يقل عن 750 مليمترا ولا يزيد عن لتر ونص. بس مش كتير رتل ونص يا فندم. رتل؟ ما علينا. طب والكمية دي يا فندم هتكفي جسمه؟ ستكفي الكمية يا منى لو ما طرطش الجاز خارج إطار الجسد. اه كده ماشي يا فندم. طيب باي باي دلوقتي يا منى. باي باي. بنشكر معاليك وبنتمنى للمنتحرين حظ أوفر في المرات القادمة، وذلك بعد تتبع التعليمات والخطوات. يا لهوي، أهي المكالمة دي زودت عدد الصفحة مرتين. فاصل. الفنانة التونسية الجميلة المثقفة. هلا هلا يا مطر انزلي وباقي الشجر، هلا هلا يا مطر انزلي وباقي الشجر، الحلم مثل الوقت. مالك ومال باقي الشجر؟ ما تسيب باقي الشجر في حال، الله يخرب بيوتكم. أربعة مصريين ولعوا في نفسهم من الذل ومن الجوع ومن الفقر ومن البهدلة اللي شايفينها بقالهم 30 سنة. أربعة من المصريين ولعوا في نفسهم، قالوا يمكن يحصل زي اللي حصل في تونس، يمكن نبقى بلد حرة، بلد فيها عدل. بقى المقلودة دي هتعمل صوة؟ نشيف طريق كل ده وتنسى في الآخر على البيض النوم دي؟ أنا عايزة تغيير. طب ما تروح لله تغيرنا. يا لهوي يا مستهوي، العيال بتوع تونس خلصوا وجايين يدوا نصايح للعيال بتوعنا. خلي وبصل. خلي وبصل؟ ايه ده؟ العيال دي هيتغدوا رنجة ولا ايه؟ أنا ايتي مفكرش بيزموت الزوت. فقدت الأمة الإسرائيلية رجلا من أخلص الرجال، رجلا من أحب الرجال إلى قلوبنا، وهو الرئيس زين العابدين بن علي. وتخشى الإدارة من توجهات الحكومة القادمة نحو إسرائيل، وتخشى أيضا من اتساع دائرة الاحتجاجات في بلاد أخرى. بلاد أخرى؟ يعني أنا إحساسي كان صح؟ أمال وزير الداخلية كان مطمني ليه؟ أها أكلمه تاني. هتطم من بيبو العدل. يا لهوي يا مستهوي، ده بيكنسل عليا. طب مين هيطمني دلوقتي؟ طب انا محتاج انام، ومش هنام الا وانا مطمن. مفيش غيره. انا اقدس الرئيس حسني مبارك الحقيقة، يعني لماذا؟ لأني أشعر شعوراً يقيناً أنه خادم لهذا الشعب، يسهر على راحته ويصحو في الصباح علشان يفطره. يعني اللي بيعوز جبنة بيديله جبنة، واللي بيعوز بيض بيديله بيض. أنا أقدس هذا الرجل وأعطيه حقه، وأنا رجل إعلام وعارف بقول إيه. أنا حاصل على الدكتوراه من جامعة بيج آس، وجامعة بيج آس جامعة كبيرة قد كده اهو.
وأنا خريج هذه الجامعة، خريج كبير يعني، ولهذا فأنا أعي ما أقول عن السيد الرئيس مبارك. هو رجل وطني وأنا أقدسه. ليه؟ لأن دماغه كبيرة. مش دماغه كبيرة يعني راسه كبيرة، لا بلاش غباء، أنا أكره الغباء. أنا لازم أقول إيجابيات لأني لا أبحث عن الإثارة والإعلام الحقيقي لا يبحث عن الإثارة، وخاصة خريجي جامعة بيج آس. مرة في قلة مندسة، التهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة، لقيت خلق كتيرة تقول مصر بناسها، بتعيج مليون وبيزيدوا لسه، يا عيني عالقلة يا ليلي عالمندسة. فتشوني وانا داخل، فتشوني وانا داخل بأيادي خارجية، أيادي متلطخة بالفول والطعمية، قلت في نفسي أكيد دي عجينة دولية. لمحت بنت بعيد، لمحت بنت بعيد ماشية بيافطة في الميدان، يا ترى مكتوب بالفارسي ولا ترجمة في لبنان، تلاقي كتب عليها الحلوة دي من طهران، ولا هشوف في ايديها ألوان علم إيران. قربت لقيت مصرية وكاتبة احنا ليه بنتهان. انا رحت اندس في مرة، رحت اندس في مرة في قلة مندسة، التهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة، المنظومة فاسدة من ساسها الراسها، الدم كان بيسيل وده جايب صورة النيل، خلى تلفزيوننا فضحته بشخاليل، عايش في الأوهام يخيبك إعلام، ده الشعب يريد تطهير الإعلام، الشعب يريد تطهير الإعلام.